السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم أنا لو مسؤول في اتحاد الكورة أروحك على توك توك، أجيب لك توك توك يوديك من قطر لحد مصر، ولا ترجع طيران ولا ترجع في أتوبيس ولا ترجع حتى بري ولا بحر، ولا ترجع على توك توك، أو نجيب لك حمارة مقلوبة ونمشيها عليك يا عم كروش. شفت هي إيه كرة القدم كده؟ ما بتهزرش، هتديك الفرصة إن أنت تصعد وتكسب، أو هتدوس عليك وتخليك حتى وأنت الأحسن تخسر. ماتش تونس أسهل كتير من ماتش النهاردة، وكان في إيدك تكسب. لو كنت اخترت أحسن 11 لاعب كان في إيدك تصعد للنهائي. النهاردة أنت خسرت المركز الثالث وأنت أفضل، وأنا مش عارف أنت داخل الماتش ده عايز تحسمه في المباراة، ولا عايز تحسمه في الوقت الإضافي. يعني أنت عارف إن منتخب قطر اللياقة البدنية عنده هتنزل، عشان كده أنت حاطط اللاعيبة اللي تخلص جنبك على الدكة وهتنزلهم بقى وتخلص الماتش، ولا أنت إيه؟ ولا هو بسم الله الرحمن الرحيم ارمي يا ابني، احدف يا ابني، العب يا ابني وخلاص؟ يعني الخطة اللي أنت لعيب 4 3 3 ليه يا عم الحاج؟ في إيه؟ هو إحنا ليه دايماً لازم نكون الحلقة الأضعف قدام أي منتخب؟ في ماتشات كتيرة جدا الشناوي ما روحلوش ولا كورة. يعني منتخب مصر مش منتخب ضعيف، منتخب مصر عنده لعيبة كويسة وعنده إمكانيات كويسة، واللعيبة والمنتخبات اللي احنا بنلعبها هم عارفين ده كويس، احنا اللي ما احناش عارفين قيمة نفسنا. انت يا عم كيروش لازم الفزلكة الفارغة، ولازم تحط التاتش بتاعك. ايه يا مصريين، انتوا زعلانين من مروان حمدي؟ كيخ يا مروان، اطلع بره، تعالى يا محمد يا شريف، انت النهارده هتلعب مهاجم بس. بعد ايه؟ محمد شريف بقاله شهر بيلعب جناح، وانت جبته النهارده العب بقى الماتش كله مهاجم. الراجل نسى، والله نسى، ده الحسنه الوحيده اللي انت لعبته النهارده عشان يفتكر ان هو مهاجم ويحاول يأدي معانا في السوبر، لان الماتش السوبر اهم من البطوله دي كلها. فكويس ان انت لعبته النهارده، انما محمد شريف اللي كان مميزاته ان هو بيخلص وبيجيب اهداف من انصاف الفرص، انت النهارده يا عم كيروش بس ما موتته خلاص. الراجل جاله انفراد من نص الملعب ومعرفش يجيب جون، مع ان محمد شريف كان بيدخل الجون ده يعني بضفره الصغير. حتى مروان حمدي اللي الناس كلها بتنتقده، انت السبب في كده، انت اللي موتت مروان حمدي، وانت اللي قضيت على لاعب كان ممكن لقدام شويه مع التطوير ومع اللعب يبقى مهاجم كويس. الراجل مش موفق، الجماهير بتنتقده، المحللين بتنتقده، الناس كلها شايفة ان مش ده هو مهاجم منتخب مصر، الا انت اصريت ان انت تلعبه، والجماهير تضغط والاعلاميين يضغطوا والناس كلها تنتقده، لحد ما الراجل بيشوط النهارده بيشوط الهوا. الراجل عاد فاقد احساس او الثقة في نفسه، ده بسببك انت. انما انت لو بتفهم، لو انت مدرب بتفهم، كنت قعدت الراجل ده من قبل ماتش الاردن وبعد كل ماتش، حبيت تنزله اخر 10 15 دقيقه ينزل يجرب يشوف، ما يبقاش على اي ضغوط، الاساسيين هم اللي يلعبوا الماتش كامل، نسجل يبقى 100 100 ياخد الفرصه ويبقى حلو، ما سجلش يبقى الراجل اصلا ما بشاركش كتير. انما هنقول الكلام ده مين اللي منع؟ ما قعد محمد مجدي قفشه جنبك عنده تسلخات، ما هوش عارف يلعب، يعني سايبه جايبه من مصر عشان تخليه ينزل يشوط ضربات الجزاء؟ بنلعب على ضربات الجزاء ليه؟ ده منتخب قطر يعني ما كانش عنده مزاج ان هو يلعب النهارده، هو كان عايزين يلعبوا ويكسبوا ويصعدوا النهائي، ما لعبوش النهارده ولا بمصر ولا اي حد لعب اصلا. وفي ماتشات كتير محمد الشناوي كان بيبقى ضيف على الماتش، سواء مع منتخب الجزائر سواء مع تونس، سواء تألق محمد الشناوي كان في منتخب الاردن، المنتخب الوحيد اللي الشناوي طلع فرصه واثنين وثلاثه وكان نجم الماتش. يعني انت منتخب مش قليل، انت منتخب قادر ان انت تهزم اي حد. احمد رفعت النهارده كان عامل اداء رائع جدا، احمد رفعت كان عامل اداء رائع وكان يستحق التواجد في ماتش تونس، لان الكرة كرة القدم بتديك الفرصة ان انت تصعد وتعديك مراحل كبيرة قوي. ان انت ما استغلتش الفرص دي هتنزلك جامد قوي، يعني انت كنت افضل النهارده وخسرت. منتخب قطر ما لعبش، محمد الشناوي ضيف شرف، نجم الماتش حارس منتخب قطر. فهي كرة القدم كانت ماتش تونس كان اسهل من ماتش قطر، وكنت تقدر ان انت لو لعبت باداء كويس واخترت احسن تشكيلة ان انت تصعد للنهائي كمان، وساعتها لو كنت خسرت النهائي كان مركز تاني كان يبقى مرضي جدا، بدل مركز رابع ومالكش اي تصنيف ولا ليك اي لازم، هو مليون ونص دولار وخلاص. انا لو مسؤول في اتحاد الكرة اروحك على توك توك النهارده يا عم كرش، واروحك خالص، لان انت والله ما انت نافع، لا انت ولا حسام البدري ولا اي مدرب جه من سنة 2010. لان مش فاهم، حتى مصطفى فتحي لما نزلته رميته ناحيه الشمال وهو بيلعب يمين، طب انت منزله بيعمل ايه؟
يعني سايب مهند لاشين وسايب حمدي فتحي وعمرو السلايه ليه؟ ما جيتش مثلا في الدقيقه 65 ليه وقمت مطلع مهند لاشين او حمدي فتحي وقمت منزل محمد مجدي قفشه عشان يلعب محمد شريف اللي انت رموه قدامه وما بيجيلوش اي حاجه؟ ليه يعني؟ انا مش فاهم. على العموم كانت تجربة كويسة واحنا خرجنا ببعض اللعيبة اللي ممكن تكون مكسب كبير لمنتخب مصر، على رأسهم احمد رفعت وطبعا مصطفى فتحي برضه لعيب كويس بس محتاج ان هو يعني يزود المعدل البدني شوية عنده، عمر كمال برضه لاعب كويس، النهارده المدافع اللي كان بيلعب برضه مدافع ممتاز، وان شاء الله مع الماتشات الجاية هيقدر ان هو ايه يعني فرصه تزيد وثقته في نفسه تزيد. طبعا احمد حجازي ضيع وعمرو السوليه برضه ضيع، انا والله كان قلبي حاسس محمد شريف قصدي، يعني محمد شريف غير موفق طبعا بسبب من اول ما اصلا ما كارلوس كيروش طلعه خالص من عدم استدعائه في ماتشات ليبيا، هو محمد شريف مش مركز والموضوع ده مأثر في نفسيته جامد، المفروض هو يرجع وجوده مع النادي الاهلي اقوى وافضل كتير من تواجده مع منتخب مصر. اه طبعا ده منتخب بلاده بس النادي الاهلي محتاجه جامد جدا في الفتره الجايه، ويا ريت اصلا نسمع خبر اقاله كروش ونريح دماغنا من الهري ده كله، انما مع الراجل ده محدش يستنى اي حاجه، لا حد يستنى امم افريقيا ولا حد يستنى تاهل لكاس العالم ولا حد يستنى الابيض والاسود، الا اذا هو غير من دماغه الناشفه دي واختار احسن 11 لاعب وبطل ان هو يحب ويكره وبطل ان هو يلاعب حد على حساب حد ويتعامل شويه بمرونه. وانا مبسوط ان احنا اتهزمنا عشان الراجل ده اذا كان هو هيكمل لازم يعرف ان كره القدم ما بتديش فرص كتير، ان الدنيا مشت معاك لازم تدوس وتقول انا اهو وانا منتخب مصر وتلعب وتسجل وما يهمكش حد، ما جاتلكش بقى الفرص يا معلم وما استغلتهاش هتدوس عليك زي ما دست النهارده،